موضوعنا حول جمهورية الإسلام. وقبل أن أبدأ لابد أولا أن نعرف ما معنى أن يكون الإسلام شاملا، ما معنى كلمة شمولية؟ كلمة الشمولية في اللغة العربية معناها الاحتواء والتضمين، تقول شمله أي احتواه وتضمنه. وفي الشرع حينما نعرف كلمة الشمولية هي الإيمان بقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن الكريم جاء تبيانا لا لجوانب العبادات فحسب، بل القرآن الكريم ذكر أنه تبيان لكل شيء. جاءت الكلمة بصيغة التنكير لتفيد العموم، أي أن الإسلام يدخل في حياة الإنسان من يوم مولده إلى يوم أن يلقى الله عز وجل. ليس هذا وفقا، بل الإسلام يشمل جوانب حياة الإنسان من قبل أن يولد، لا من يوم مولده فحسب، بل من قبل أن يولد إلى يوم القيامة. بل يتعرض الإسلام أيضا لشرح وبيان وتفصيل يوم القيامة هو الآخر، مش أمور الدنيا بس، وإنما كأن الإسلام جاء شاملا لأمور الدين والدنيا، لأمور الحياة وأمور الآخرة. الإسلام يشمل كل جوانب الحياة. وليس هذا إلا في الإسلام، ليس هذا إلا في ديننا وفي شرعتنا. ولا يعني ذلك انتقاصا من قدر الأنبياء السابقين، كلا فحسب، أنا لا أقصد ذلك، وإنما الأنبياء من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا أسوة وكانوا قدوة. لكن لو أردنا أن ننظر في شرائعهم لنجد أن التشريعات من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، من قبل شريعة الإسلام التي نتعبد الله تبارك وتعالى بها، لا يمكن أن نجد فيها هذا الشمول. بمعنى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، كان مثالا في الحلم وفي الرفق، وكان مثالا في العطاء وفي السخاء والبذل، وكان مثالا في جوانب كثيرة جدا. لكن أريد أن أقتدي برسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجوانب الحربية العسكرية. عايز أقتدي سيدنا إبراهيم في هذه الجوانب، لا أجدها في سيدنا إبراهيم. لما؟ لأنه لم يثبت تاريخيا ولا دينيا لسيدنا إبراهيم خضائية معركة. أريد أن أقتدي بسيدنا عيسى مثلا في معاملاته مع زوجاته، أريد أن أقتدي سيدنا عيسى في هذا الجانب. لم يثبت أن سيدنا عيسى أصلا تزوج بأي امرأة، إذا هذا الجانب لا أجده في سيدنا عيسى. والجوانب الأخرى لا أجدها في سيدنا إبراهيم. سيدنا موسى لو أنني أردت أن أقتدي به مثلا في تعامله مع الأبناء، تزوج سيدنا موسى، لكن هل ثبت أنه أنجب ذرية؟ لم يثبت. ولذلك هذه الجوانب حينما أريد الاقتداء بسيدنا موسى فيها لا أجدها فيه. لا نجد هذا الشمول أيها الأحبة إلا في من؟ إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الإسلام شاملا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته أيضا شاملا لكل جوانب الحياة. تستطيع إن أردت أن تقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوانب الجهادية وفي تعاملاته مع أعدائه، تستطيع أن تجد مثالا ونموذجا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تقتدي برسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم في عطائه وبذله وسخائه، تجد هذا في شخص رسول الله. إذا أراد الفقراء أن يقتدوا برسول الله
فقط بل تشمل الشمولية الزمانية، أي أنها شاملة في كل زمان، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانه، بل يمتد هذا الشمول في كل زمان إلى يوم القيامة، وكذلك الشمولية المكانية. لهذا ربنا عز وجل بيّن لنا وأخبر وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويختار القرآن الكريم هذه الجملة تحديدا، أو هذه الكلمة تحديدا، والتي هي حيث، أي حيث الشخص، أي حيث الزمان، أي حيث المكان، حيث كل شيء. فالله عز وجل أعلم وأخبر على من أرسل الرسالة ولمن أرسل الرسالة. من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرسالات تعالج جوانب معينة من جوانب الحياة، كجانب تطفيف الكيل والميزان في حياة سيدنا شعيب فقط. كان كل بعثة ورسالة وهدف سيدنا شعيب أن يعالج هذه القضية في قومه، بالإضافة طبعا إلى التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى، لكن كل رسالته كانت منصبة إلى معالجة هذا الجانب. وكذلك إذا انتقلت إلى أي نبي من الأنبياء تجد أنه كان بيعالج جزئية من جزئيات الحياة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت رسالته لتعالج كل مناحي الحياة. فمعنى إذا شمولية الإسلام أي أن الإسلام معك في كل لحظة من لحظات حياتك، معك من ساعة أن تستيقظ من نومك إلى أن تنام مرة أخرى. لهذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل محياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته وهو يعرض نفسه على القبائل ليعلمهم بدين الله تبارك وتعالى، كان هناك قبيلة من بين القبائل، قبيلة بني شيبان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذه القبيلة وعرض عليهم دين الله عز وجل، لكن هذه القبيلة قبلت الإسلام، لكنها قبلته منقوصة، قبلته على أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطار محدد. فكانت الكلمة المشهورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهي عمدة الكلام في موضوع شمولية الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بكل جوانبه، إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بكل جوانبه. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم شرطهم القاصر، ما قبلش منه، رغم أن قبيلة بني شيبان كانت تعدادها 1000 فرد مقاتل عسكري، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت في أشد الحاجة إلى هؤلاء، ورغم ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإسلام منقوصا، وقال: إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بكل جوانبه. إن أردت أن تأخذ الإسلام فخذ الإسلام كله، وإلا فرده كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، ليس هذا في الإسلام. الإسلام لابد أن تأخذه كله، كالشيخ الغزالي رحمه الله عز وجل يمثل هذا الواقع بمثال رائع، كما يقول: الإسلام بمثابة فيه ضخم كبير جدا، وهناك مجموعة من العميان 5-6 كلهم لا يبصرون، وطلب من هؤلاء العميان أن يصفوا الفيل، فكل واحد حسس كده على حتة في الفيل وأراد أن يصف، فقال واحد منهم: الفيل عبارة عن زلومة طويلة. ليه؟ لأنه مش ماسك غير المكان ده بس، ماسك زلومة الفيل، فتخيل إن هو ده الفيل. وآخر أمسك بسن الفيل الطويل وقعد يحسس كده
فكل واحد مسك جزئية من جزئيات الفيلو وظن أن هذا هو الفيلو، في حين أن كل هذا منافي للحقيقة تماما، لأن هذه كلها ما هي إلا أجزاء ومكونات للفيل الكامل. كذلك أم الإسلام، لا يجوز بحال من الأحوال أن أنا آخذ جانب من جوانب الإسلام وأقول هذا هو الإسلام، لا. الله تبارك وتعالى أعطانا أدلة كثيرة جدا في كتابه الكريم يبين لنا فيها أن الإسلام دين شامل، والأدلة كثيرة كثيرة لا يتسع المجال لسردها وحصرها، لكن أنتقي منها بعض الأدلة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل وهو يفسر هذه الآية قال: معناها أن يأخذ بجميع عرى الإسلام. لابد أن تأخذ بجميع عرى الإسلام، ادخلوا في السن كافة أي خذ الإسلام بكل عرى، بكل جوانبه، بكل تفصيلاته. ربنا عز وجل أيضا يقول كما استمعنا في بداية الكلام: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قد يقول قائل: يعني أجد الإسلام يعالج به المشاكل الاقتصادية؟ نعم، الإسلام عالج المشاكل الاقتصادية، الإسلام عالج الجوانب الاجتماعية، الإسلام عالج وتعرض للجوانب السياسية، ما من جانب من جوانب الحياة إلا وتعرض له الإسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قد يقول قائل: